بس بقى كهربا رجع والقايمة زي الفل، يا ترى بقى نعمل ايه بقى يا ترى؟ مساء الخير يا حاج. ده الضغط السولية اتصاب. يا ترى يا دي الخرا السولية اتصاب. طب ايه هنعمل ايه بقى؟ عمو سلاية صاب أحسن عشان هو رجل شرير. لما هو عمو سلاية ألف لا بأس بعد الشر عليك، يا رب كانت جت في محمد هاني وأنت لأ. يعني طب إيه، طيب أبخرك أرقيك طيب ولا نعمل إيه؟ شكلك محسود يا عيني.